ايه ده يا خبر؟ استر 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 مرتخاي، في ايه؟ اهو عملها فينا. مين وعمل ايه؟ شوفي ايه ده، مرسوم ملكي. في خلال كم يوم كلنا عيلتنا بالكامل هتتنفي لجزيرة الزقزقة المستمرة. نعم، مين عمل كده؟ تفتكري مين يعني؟ همان. انا قلتلك انه بيكرهنا وبيكره عيلتنا، وهو عملها دلوقتي وخلى الملك يصدر القرار ده، وحينفينا كلنا. يوه، طب وهتعمل ايه؟ بتسألين؟ انا ما اقدرش اعمل حاجة، انا مجرد حارس. لكن انت الملكة. تقصد ايه؟ يعني لازم تروحي له، لازم تروحي للملك. نعم، انت ما تعرفش ايه اللي يحصل للي يروح للملك من غير ما يطلبه. استر، فاكر الاخين بسلوني؟ استر، مفيش حل تاني، انت الوحيدة اللي تقدري توقفي القرار ده. لا مش هعمل كده، انا ما كنتش عايزة ابقى الملكة. لا، انت ذكي يا مردخاي، فكر في حل تاني. استر، مفيش حل تاني. ده انا ما كانش عندي الشجاعة اروح اكلم صاحبتي على موضوع التفاحة، وانت عايزني اروح للملك؟ حتى لو ما عاقبنيش لما اروح له من غير اذن، طب هيسمع لي ليه؟ قصدي همان ده دراعه اليمين. انا ما اقدرش اقول لك تعملي ايه، لكن اللي اقدر اقوله لك، كنت عايزه تعرفي انت هنا ليه، وليه بقيتي ملكه، وقلت لك ان الله اكيد عنده سبب. استر، يمكن يكون جابك هنا للوقت ده اللي احنا فيه، يمكن هو ده السبب. استر، عمرك ما تخافي ابدا انك تعملي الحاجه الصح، انا هصلي لك وكلنا هنصلي لك. قولي ليه اصل انا مش فاهمه، قولي ليه اوعدي الازمه، ده إلهنا الرب.